اللحظة اللي كانت ديتيرمينونت في نشأتك في الصغرى متاعك، برمي اللحظات اللي تحكي عليهم فقدان الوالد يرحمه، لأنه في فترة معينة كما المناضلين الكل انخرط في الحياة السياسية ودخوله للسجن، خروجه من السجن مع المرض ففقدتوه. اللحظة هذيك شنو غيرت لك في حياتك؟ والله والدي توفى وأنا في السنة الثالثة ولا الرابعة ثانوي، وقتها أنا انترن في بنزرت وهو توفى في جربة. فيعني بالنسبة لنا كانت يعني طبيعة الحال صدمة، تأثر، تألم، ولكن في نفس الوقت أنا شخصيا ريت وأنه هذا حكم ربي، يعني قضاء وقدر لابد أن نقبلوه ثم نواصل المسيرة. ثم أنا أخذت منها درس، الدرس هو أنه ما نعملش السياسة. واضح، بابا عمل السياسة مش كبرش الناس هنا أتعامل السياسة دونك الدرس عندي أنا، وأنه نجم ننفع البلاد، ننفع العباد، ننفع كل شيء، والنتائج متاع العمل متاعي يكون يعني في أعلى مستوى بدون ضرورة باش نكون عندي صفة سياسية أو مسؤولية سياسية. ولهذا حتى أنت ما عملش، أنت ما عملش الناس الناجحين هم اللي ما يعملوش السياسة. فما أكثر من هالسياسة اللي تعملوا فيها، فما أكثر من هالسياسة، قول ما تحزب ناس ما تخلط ناس في أحزاب وكي، فما السياسة وحضي يحكي عليها. بعد فما دور اللي لعبته الوالدة يرحمها وجدك، شو اللي أثر في شخصيتك؟ كيفاش كونوا لك شخصيتك الجزء من الناس هذوم؟ حتى جدي توفى راهو قبل بابا بست شهور، يعني جدي توفى في جوان وبابا توفى في ديسمبر، دونك قعد في العائلة يشرف عليها أمي، وأمي امرأة جربية تقليدية، يعني ما قراتش ولكن تربيت مع الوالد، كان ناشط وكذا، فكانت تبع فينا وحاجتها بحاجة واحدة هي النتائج متاعنا. وذاك علاش أنا كي كملت الدراسة كل وكذا شاورتها، كان ديما هي المرجع متاعنا الحق، والحمد لله نبحث نجري وراء رضاها، لأن رضاها هو اللي خلينا ننجحوا، وفي نفس الوقت تعطينا التجربة متاعها، والحمد لله عملنا الشيء اللي قالته هي. الانترنا في بنزرت كان له تأثير كبير، خاطر كان فما برشا ديسيبلين وبرشا تعمل على روحك وانت صغير، اللي تو ما عادش نلقاوه برشا عند الشباب التونسي. معناها يمشيوا تقريبا الانترنا ولا يمشي ديبلاسمون كان بعد الباك، ما انت قبل معناها. لا احنا في السنة الرابعة بديت في الانترنا على طول، والانترنا هي إقامة كاملة في الليسي وفي المبيت، الضوء البرا لا. وتعرفوا شكون كان المدير نتاع الليسي كي كنا نقراو؟ سي محمد بودن. شكونه؟ بول رئيس حكومته. سي محمد بودن كان من لي بروفيزور اللي معروفين في الجمهورية التونسية بالصرامة والشدة والانضباط، رغم انه كان قصير القامة، قصير القامة كما بنته تو رئيس الحكومة هذه. فيعني سي محمد بودن كان صارم جدا، والناس اللي يخدموا معاه كلهم كأنهم في سكنة عسكرية. والمبيت كان براتيكمون بالنسبة لي أنا المجال اللي تجبرت فيه بطبيعة الحال أني معاش نعيش بالدلال كما برشا ناس هنا يعيشوا بالدلال، معاش دلال الماكلة في الريفكتوار واللي موجود تاكل، الوقت النوم مضبوط، وقت الصباح مقبول، وقت البرمانونس الدبش انت اللي تعمله، انت اللي تنظمه، انت اللي تحطه الفرش، انت اللي تنظفه، انت اللي تريقله، انت اللي غطيه، يعني تعمل على روحك 100% ولا مجال باش تلقى اي مساعدة من خارج شخصك انت. فبالنسبة لي الانترنا في الظروف هذه كانت مدرسة عريقة جدا، ممتازة جدا، علمتني
أني نعيش كرجل مستقل ونعمل على نفسي أكثر من اللي عمل على غيري، وهذه تجربة خارقة للعادة. علاش توجهت المحاماة؟ توجهت المحاماة لأنه كي كملت أنا الليسانس متاعي ودخلت المرحلة العليا للمدرسة القومية للإدارة، لأنه عام 70 كانت بالنسبة لي نهاية المرحلة الجامعية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، وكذلك بالمرحلة الوسطى المدرسة القومية للإدارة، وتحصلت على جائزة الرئيس عام 70. فالمدرسة القومية للإدارة قالوا لي تطلع على السيكل سوبيريور بدون مناظرة، فدخلت السيكل سوبيريور لنا اللي فيها كثير من تشويقات، من انا إليف دي سيكل سوبيريور لنا، ناخذ بورس وانا ايتوديون ونتمتع بكل لي زافونتاج بتاع لي ايتوديون اكثر من اللي يقبضوا ان ادمنستراتور دو غوفرنمون اون فونكسيون. الادمنستراتور دو غوفرنمون كان ياخذ 67 دينار في الشهر وهو مسؤول بلان طون في الاداره، انا ايتوديون إليف دو سيكل سوبيريور ناخذ في 92 دينار في الشهر، ناكل بمية ونركب في الكار وكل شيء، داير فضلت فلوس مشيت خديت بهم كهرباء. خرق العاد باهي كي كملت سيكل سوبيريور باش نختار وين نخدم، وقتها عندي انجاجمون مع الدوله. سيكل سوبيريور يخرج كادر سوبيريور كونسي يسموه ادمنستراتور كونسي، متصرف مستشار في الدوله. المرجع دائما الوالده الله يرحمها، روحت الجربه وقعدت معاها وقلت لها يام انا توها في مفترق طرقات، هذا اتجاه واضح ومضمون وثاني اتجاه المحاماه وهي مهنه حره والله اعلم، ما مش كيما الاخرى فيها برشا برستيج برشا هيلمان برشا شواش برشا كراهب برشا فلوس برشا قدر، والمحاماه يا خويا جهدك يعلف، انت وقدرتك انت ومعرفتك انت وعلاقاتك وانت والظروف اللي انت فيها. قالت لي يا ولدي احنا الجرابة راهو ما نخدموش عند الحاكم. قالت لي تخدم مع الحكومة مش تاخذ الفلوس والفلوس مغصوبة، هكا قالت لي انا، وكي تخدم المحاماة تخدم حر، نجحت بيديك فشلت بيديك، الاخرى مش كيف كيف، واحنا ابعد نبعد مناش. قالت لي ابعد على الاداره وادخل المحاماه وجهدك يا الاف وانت وقيمتك وانت وقدرك. فكان الامر كذلك سماكوتي معناها باش نتعدى على مجلس التاديب في ليكول ناسيونال ادمنستراسيون، لانه انا في عود نمشي مباشر قلت لهم لا مشيت المحاماه، فعدوني على الكونسي ديسيبلين ورصيت لي رجع لهم الفلوس نتاع البورصه هذيك اللي خذيتها حتى الكهرباء هذيك باعتها. ودخلنا المحاماه يعني في ظروف صعيبه ياسر لا محاله. دخلت محاماه في باجه، انا اعيش في تونس في باجه ما عندي حد في باجه، مع سي صالح رحال الله يرحمه كان يقري فينا في شهاده الكفاءه لمهنه المحاماه، كان يقري فينا وهو طلبني قال لي منصف في جمعية وليت مشيت معاه. فأول جلسة عن سي صالح في المكتب بتاعه قال لي يا منصف مرحبا بيك، توا دخلت المحاماة، هاو نظام العمل معايا، ما عندك الحق تاخذ دوسيات، ما عندك الحق تاخذ فلوس من عند الحرفاء، تخدم هنا في المكتب وين نكلفك باش تمشي يمشي، تكتب التقارير وتحضر الجلسات، مقابل هذا راني مش نعطيك منحة. قد ايه سيدي صالح؟ قال لي 30 دينار في الشهر على طولهم. يعني 30 دينار بعد 90 دينار، و30 دينار وانا يلزمني نكري ويلزمني ناكل ويلزمني نغسل ويلزمني، هذا كله داخل في الحساب. معناها 30 دينار كي تقسمهم على الحاجات الضرورية الأوكد ما يكفوش. وقتها قلت يا منصف انا اخترت يفوا سومي، عشت عامين مع سي صالح رحال في النظام هذا، وباي باي للاداره
والفلوس الى اخره. والحمد لله كنت داخله في التجربه راهو. ساعات نكرهوا حاجه او تصعب علينا حاجه وهي في الواقع اهم درس واهم عامل اللي باش ينجحك في الحياه وماشي بالضبط مع الفتره اللي انت فيها، مع العمر اللي انت فيه، خارق العاده راهو. ولهذا ما يلزمناش نهرب ونلوج على المسائل السهله ولا على المسائل اللي فيها رغبه. راهي الحياه السهله ما تطلع كان الانسان ايش كيف يسموه ميعه. سوسيتي دافوكا، كيف جات الفكره؟ سوسيتي دافوكا انا كي مشيت بريزيدون مونديال لاجون شامبر، عشت في امريكا وعشت في برشا بلدان اخرى، وبطبيعه الحال نلقى اللي المحاماه ما عادش تمارس على صعيد فردي، ويستغربوا كيفاش محامي حل بيرو يخدم وحده. مش معقول يا اخي، المحامي هذا ينجم يعرف المشاكل الكل، يعرف القوانين الكل، يعرف الاختصاصات الكل، يعرف الاداره الكل، ما يعرفش. ولهذا الخدمات اللي باش يقدمها مبتوره. وريت شركات منهم شركه مشيت زرتها حتى في نيويورك فيها 1400 محامي، مش اثنين مش ثلاثه، 1400. راهو شيء عالم اخر. لما رجعت لتونس انا مكتبي في جندوبره، كي كنت بريزيدون مونديال في ميامي مكتبي في جندوبه، وكي كنت باش نمشي بلان طون في جون شامبر انترناسيونال قلت كيفاش نعمل توا في البيرو هذايا، منصب باروني او ماهوش هنا، كيفاش باش نخدم بيرو نسكر وما يجيش، عندي ولد عمي اسمه منصف الباروني. ولد عمي هذا يخدم في الكونتونسيو نتاع السكه الحديديه. كلمته قلت له ايجا يا ولدي بطل من السكه ويجا يخدم المحاماه وشد بيروي. كيفاش وانا شهريه وما ادري شنو، وشكون يضمن لي الكلمه ديما تجينا، اشكون يضمن لي؟ يا اضمن روحك، ضامن ربي، ضامن ربي ديما. فخرجت من السكه الحديديه ودخل مشى الجندوبه وشد البيرو تاع المحاماه. انا مشيت لميامي البلاكه ما تبدلتش. عاد جزء منصف الباروني فقط، عاد منصف الباروني فقط على الصغير والجندوبه، منصف الكبير ومنصف الصغير. واضح اللي عارفين يعرفوك. اما قعدنا منصف باروني، انا مشيت هو شد البلاصه نتاعو. كي رجعت من ميامي وشفت الشيء هذايا قلت ما عادش نجم نخدم في الظرف هذايا وفي الاطار هذايا، دونك قررنا انه ندخلوا في ميدان شركه المحاماه. وعملت محاولات مع كثير من الزملاء والاخوان الحق، ووصلنا الى تاسيس شركه قبل حد ما صدر القانون عام 89 بالضبط. احنا اول شركه كونناها. علاش روحت؟ ها؟ 98. هذا من اولاد الشركه. اللي يسعدني. من اولادك. به. خلينا نمشيو للغرفه الفتيه العالميه. عام 77 كاني مانيش غلط. تأسيس غرفة جندوبة. أي. كنت متواجد في القاعة غاديكا، وكانت عندك حلمة بعد 9 سنوات أنت رئيس عالمي للغرفة الفتية العالمية. هالتخطيط هذايا والأهداف اللي رسمتهم كيفاش عملتها؟ بون، كي بديت أنا في الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية كي أسسناها واحد من المؤسسين وهنا الشريف الشناني، جانا وقتها حبيب دغري توفيق الفندري اعطاونا فكره على الغرفه. ثم شفت انا كيفاش النظام نتاعها، كيفاش الانضباط، كيفاش احترام الوقت، كيفاش جدول الاعمال. لقيت انه فريمون يعني اطار خارق العاده، منظم نظيف ويعطيك مجال باش تتكون. عجبتني المنظمه وقلت هذه، بعد ما اكتشفت انها هي منظمه عالميه. احنا جندوبه نعتبره جزء من منظمه في العالم الكل. قلت هذه انا وقتها كي بديت في الدرجه الاولى لازمني نكمل ليزيسكالي الكل. وكان الحلم نتاعي، حلم نتاعي كريمه، اني نصبح رئيسها العالمي من نهار الاول اللي بدينا فيه. يسكم سا الحياه راهو كلها هيك، وداير ما تنجم تحقق الا الشيء اللي تحلم به مسبقا، لانه هذاك يعطيك الاوبجيكتيف، يعطيك المجال والمستوى اللي توصل له. ها؟ بيان سور بلانينغ. داير تسمح لي هنا. اي تفضل. بعد كي وصلنا للجون شامبر نلقى خريطه
خريطة فيها كيفاش الإنسان يبدأ من الحلم وينتهي بالسعادة. ما تحلمش ما تكونش سعيد. فنقولوا كيفاش؟ قالك نختموا به. أبي نختموا به من بعد. شوية تعصف عليك سمعني شيخ بي. وديما هكا. باش نختموا به بالإنجليزي وبالعربي من بعد في الأخر بالكل ونعطيو فرصة للحضور هنا باش يسألوا أسئلة. تبارك الله لو باركور موجود هنا أنا مازال يزوز أسئلة بالضبط. شنو تعلمت من الغرفة الفتاة خاطر باش تكتشفوا شنو تعلم لكن أهم الحاجات اللي تعلمتهم وسؤالي من بعد أهم الشخصيات اللي خولت لك الغرفة الفتاة على مستوى العالمي أنك تقابلهم. بون تعلمت حسن التنظيم وتعلمت الانضباط وتعلمت بالخصوص قيمة الوقت. قيمة الوقت. الوقت لو تون سي لا في. أكثر من ماني. تايم از ماني تايم كذا لكن احنا عندنا حتى في الثقافة العربية يقولوا الوقت كالسيف. الوقت كالسيف إن لم تقطعه يقطعك. احنا الوقت راهو ماناش عاطينه قيمة ماناش عارفين قيمته. الغرفة الفتية علمتني بالضبط شنو قيمة الوقت وكيف نتعامل مع الوقت وكيف نتصرف فيه وكيف نعطيه قيمته. هذا من الحاجات الهامة جدا اللي تعلمتها في الغرفة. الشخصيات الكبيرة اللي تقابلتها قابلت رؤساء دول ملوك امبراطور اليابان يعني مرتين ولا ثلاثة نقابلوا هنا في تونس حبيب بورقيبة. حبيب بورقيبة عام 86 مازال يحكم وصلنا 87 وحبيب بورقيبة كان زعيم كان يحبوا الناس ولا ما يحبوش تتفصاب. احنا اللي قرينا قال في نظام محمود المسعدي وحبيب بورقيبة. دونك قابلت زاد رئيس السلفادور قابلت رئيس الامريكا ليبوك رونالد ريغان قابلت نحكي لكم حكاية على فاليري جيسكار ديسان رئيس الجمهورية نتاع فرنسا وخوه جون شامبر خوه اوليفيي جون شامبر خوه جون شامبر اي جماعة جون شامبر نتاع اليابان وسورتو الكوميتي دورغانيزاسيون نتاع ناغويا باش يعملوا ان تيم انترناسيونال باش يكون اون مارج دو كونغري مونديال وقالوا لي باش نمشي نشوف لهم ان غران كونفيرونسي على الموضوع على ليبوك لو ديالوج نور سود ويحبوا شخصيه اللي باش تتسلط عليها الاضواء نتاع الاعلام لان اليابانيين باش يستثمروا وباش يقبلوا فلوس كل شيء تجاره راه كل شيء تجاره الامريكان يقولوا ذير از نو ساتش فري لانش ما ثماش فطور بلاش نحيها من بالك هاي نستدعيك فطور ما ثماش فطور بلاش عاد مشيت ها سي غراتوي سي توالا ف مشيت انا وقتها عملت دوره وشفت وكذا لقيت لهم زوز فاليري جيسكار ديسان وقابلته وفيليب حبيب في امريكا فيليب حبيب كان لو غران توم دي ميسيون ان بو سبيسيال نتاع امريكا يطيح ويهبط ويعمل لي كومبلو ايتترا فقلت لهم مشيت قعدت معاهم في جلسه قلت لهم راهو لو كونفرنسي نتاعنا فاليري جيسكار ديسان او يعملوا او بريزيدون دو لا ريبوبليك فرونسيز مش نيمبورت كي فهمت عاد بعد ما قلت لهم عليه كذا هو قبل قال بنجي قالوا لي قداش طالب هذا قداش البيجي بتاعه باش يجي هكاك قلت لهم لا قال نجي بلاش خذوا لي برك التذكره نتاع الطياره والاوتيل والاسيستانت اللي معايا عملوا لي هيك نو هي از نوت انتريستينغ هذا ما يطلبش فلوس مش انتريسون فاك القوة هذيك وكذا ويجي باش يعمل ميسيون وما يقولش فيها ميزانية ما يطلبش فيها حاجة نو بعد قالوا لي الآخر شكون؟ قلت لهم فيليب حبيب إي أقل من الرئيس إي هذا إيش طالب؟
قلت لهم طالب. فيليب حبيب قال نحب 50,000 دولار والطيارة والسكنة والأسيستانت متاعي. This is the guy we look for. وخذاو فيليب حبيب اللي هو ما في الميزان يعني في النوتوريتي في الواحد مش في كيف. أنا بعد سألتهم قلت لهم هذاك وقوته والرفعة متاعه وبلاش جايكم ترفضوه وتاخذوا هذا بالفلوس؟ قالوا الإنسان اللي يخدم بدون مقابل هذاك راهو ما يصلحش وما يجي منه شيء. شوف الثقافة كيفاش. ها؟ إيفكتيفمون فيليب حبيب تسلطت عليه وقت الأضواء ولي كاميرا ولي تلفزيون اليابانيين وقتها شيخوا بالفلوس في جرته وكانوا زكار دي سنة ما يجيب لهمش. دونك العلاقات برشا الحق واللي به الفايدة من خلال الناس الكبار هذوما اللي شفتهم وكذا راهم بشر كيفنا كيفهم. والله بشر كيفنا كيفهم من الامبراطور للرئيس للملك للسلطان كل وانتم خير منهم. المسألة كلها كيفاش الإنسان يرى لنفسه وين يحط نفسه وكيفاش يقيم نفسه. يعطيك صحة. قبل ما نختموا بكي تعصبت عليك دونك توا فرصة باش تفسر لنا طريق إلى السعادة هذه كيفاش. خلينا نقول هذه. اي تفضل. ذاك قالوا ثم رابور ما بين دريم ان هابينس. دريم الحلم والهابينس هي السعادة. شنو هي العلاقة كيفاش تكون؟ قالوا the one who has no dream has no ideal. اللي ما عندوش حلم ما عندوش ايديال. And the one who has no ideal has no objective. اللي ما عندوش حلم راهو مش ممكن باش يكون عنده objective. And the one who has no objective has no plan. نجمش يخطط ما عندوش اوبجيكتيف. And the one who has no plan has no action. And the one who has no action has no result. And the one who has no result has no happiness. C'est aussi simple que ça. Donc il faut rêver.